السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام الألف للياء. في الفيديو النهاردة إن شاء الله هنجاوب على الأسئلة اللي جات في فيديو الإجابة رقم 15 الجزء الثاني. السؤال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمعت، عندي نعجة عينها نزلت دموع كتير وفيها بياض في عينيها كلها، وبعد كده منعت الدموع وعينها لسه فيها البياض، وجبت لها اوكسي وبقطر لها في عينها، هل هتخف وترجع زي الاول؟ النعجة قافلة عينها خالص. ده التهاب عين. في منزل 3 فيديوهات في القناة، لسه في فيديو منهم نازل امبارح، فيديو من فترة لخروف صغير عالجته، وكنت موريك الغمامة البيضاء، تأخرت شوية في العلاج. كل ما تتأخر التهاب العيون، كل ما تتأخر في العلاج كل ما ياخد وقت اطول، وكل ما تلحقها في البداية اول ما تبدأ العين تدمع احمرار ودموع على طول تعالج، بتاخد يوم وبتخف على طول ان شاء الله. وانا عامل فيديو امبارح بالليل لبدايه التهاب العين في خروف، عالجتها امبارح بالليل، والنهارده عملت فيديو النهارده برضك نتيجه العلاج. والدواء اللي استخدمته، انت ممكن تستخدم اوكسي، انا اذكره من زمان، ولكن في دواء بشري انا بستخدمه حاليا ممتاز، وكتبت لك اسمه انا هنا، اوبتيدكس او ديكساترون. انا استخدمت في العلاج امبارح اوبتيدكس. اوبتيدكس دي قطره بشري في حدود 10 جنيه، 11 جنيه. الديكساترول في حدود 20 جنيه، 22 جنيه. فخليك في الرخيص، طالما بالرخيص بيجيب نتيجة. قطرة ديكس اوبتيدكس نقط له نقطتين ثلاثة في اليوم، يعني المهم 3-4 نقط، المهم تتأكد ان الدواء دخل في العين كويس. بس طبعا بما اني اتأخرت انت عليها، بما انك اتأخرت عليها ودمعت لغايه ما نشفت الدموع وتحولت لونها ابيض واصبحت ما بتشوفش بيها، طبعا كده العلاج ممكن ياخد فتره طويله. كل ما تتاخر كل ما ياخد فتره طويله، يعني كده ممكن تاخد علاج، فتره علاج اسبوعين كاملين بالقطره دي. عالج لمده اسبوعين، كل يوم تقطر لها في عينيها 3-4 نقط لحد ما تخف، بس ممكن تاخد معاك وقت، لكن هي ان شاء الله بتجيب نتيجه، ونتائجها ان شاء الله اكيده باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي ليك. قال يمكن عمل فيديو الإجابات في فيديوهات منفصلة كل حسب سؤاله. والله يا أخ أشرف، كده هتبقى العملية صعبة شوية، ولكن أنا ممكن، أنا كنت قريت السؤال بتاعك يعني، وعارف إن أنت طالب كل فيديو لوحدي عشان بتتعب على ما بتدور وتلاقي السؤال بتاعك، ولو إن هو المفروض الفيديو، شوف أنا كتبت سؤالك في فيديو الإجابة رقم 15، يبقى هتلاقيه في فيديو الإجابة رقم 16. وانت ممكن تشوف ترتيب الفيديو بتاعك، مش لازم تسمع الفيديو بالكامل عشان تسمع الإجابة بتاعتك، تشوف ترتيب السؤال بتاعك فين، في الأول، في النص، في الآخر، هتلاقي تقدر تجري الفيديو وتدخل على المكان اللي انت عاوزه على سؤالك. بس يعني لو سؤالك في الأول خالص زي كده النهاردة، تاني سؤال انت هتلاقيه في أول الفيديو على طول، هتلاقيه في اول الفيديو. لا، سؤالك جاي من فوق خلاص، اخر سؤال قبل اليوم اللي جاوبت فيه، قدامك 20 سؤال، 30 سؤال، 40 سؤال، يبقى تعرف ان سؤالك هيكون من ورا في اخر الفيديو. الترتيب على حسب الأسبقية في السؤال، يعني كل واحد اللي جاوب، كل اللي سأل الاول هو اللي بتجاوب عليه الاول. طبعا فكرة الجروب، انا عملت الجروب، بس الجروب كان محدود 250 نفر، وكله بيجاوب وكل واحد بيخش يجاوب، ولقيت طبعا يعني اخد وقت، بياخد وقت اكتر من وقت القناة بكتير، والمستفيدين 250 واحد فقط لا غير. فعشان كده انا عملت مغادرة للجروب وسبت الجروب في واحد ولا اتنين مشرفين ليه، وسبته داير، انا غادرت الجروب لان لقيت الفايدة بتاعته محدودة. ولكن عموما انا ممكن نعمل اسئلة، في اسئلة بتكون متكررة خفيفة، ممكن نجمع مجموعة اسئلة في فيديو صغير بحيث الفيديو ما يطولش. والفيديوهات اللي بنلاقيها، انا عملت اصلا كده قبل كده في ثلاث اسئلة لقيتهم محتاجين يتفصلوا كفيديو لوحده، يصلح كفيديو لوحده. من ضمنهم واحد كان بيسأل نزول بعض العلف مع الفضلات، الغنم الفضلات بتاعتها بينزل فيها العلف زي ما هو سليم، فايه الحل؟ فانا عملت فيها فيديو. وكان في سؤال تاني، واحد بيسأل عن معدل التحويل ونسبة البروتين في كل عمر، عملت بيها فيديو معامل التحويل للعلف ونسبة ومعدل التحويل للخروف، دي عملت بيها فيديو برضك. ففي اسئلة تصلح انها تتعمل فيديو مستقل، ولكن ممكن عشان نحاول قدر المستطاع
نصغر حجم فيديو الإجابة، يعني زي ما قلت لك ممكن ننقي الأسئلة اللي تحتاج فيديو مستقل، ممكن نعملها فيديو مستقل، الأسئلة اللي هي متكررة نجاوبها بسرعة، وهنحاول إن شاء الله مع بعض كده نعملوا اقتراحات، لأن برضك فيديو الإجابة بياخد وقت طويل فعلا، بس بيستفيد منه أكتر من الناس اللي سألت. يعني ممكن يكون فيه 30 سؤال 40 سؤال بس نسبة المشاهدات يعني 500 700 1000، فيعني في ناس استفادت غير الناس اللي سألت، بس زائد إنها موجودة لأي حد عاوز يطلع عليها، ما فيش أي مشكلة. أنا لو سمعت عندي 3 خرفان عاوز أذبحهم على عيد رمضان، أنزل لهم فول إمتى؟ إن شاء الله بارك الله فيك. نزل من دلوقتي فاضل على العيد 3 شهور أو 4 شهور، نزل من دلوقتي ما فيش مشكلة، هيحول معاك وهيرمي معاك وزن حلو بإذن الله. بارك الله فيك. مكونات على العلفة للأغنام إيه؟ وشكرا. راجع القناة يا أخ مدحت، في 5 6 فيديوهات في القناة بتتكلم عن الأعلاف ومكونات الأعلاف وحساب نسبة البروتين في الأعلاف واختيار مكونات الأعلاف وإزاي تعمل علفة بأعلى نسبة بروتين وأقل سعر ممكن، وكل ده بالتفصيل في القناة. ما هي الطريقة المثالية لسقي الأغنام الماء هذه الأيام حيث الجو بارد؟ الأفضل أنك تسقي في وقت الظهر، في وقت الشمس، الوقت الجو الدافئ اللي هو عز وقت الظهر، وقت الظهيرة هو أفضل وقت للسقي في الشتاء، عشان الغنم ما تشربش المية باردة بالليل. أنت لما بتكون سقعان وتشرب مية باردة بتحس بجسمك كله برد، بتسقع، فأنت حفاظا على الغنم ما تبردش بالليل أو الصبح بدري، اسقي الغنم في الظهر بدون ما تحتاج لتسخين المية بدرجة الحرارة الطبيعية بتاعة الجو، مفيش مشكلة إن شاء الله بدون تسخين، مفيش تسخين للغنم يعني، بدرجة الحرارة الجو الطبيعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا في النقطة للسؤال الثاني نرجعه له أخ موسى، أنا بالنسبة للغنم المية بتكون متوفرة قدامها طول النهار، أنا بالنسبة للغنم شتاء أو صيف المية بتكون متوفرة طول النهار مع الغنم، لكن أنت لو غنم مراعي وميعاد السقي بيكون لها مواعيد يعني بتسقي مرة أو مرتين في اليوم، يبقى في الشتاء ما تسقيش غير الظهر بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي مالك. بعد إذن حضرتك، عندي بسكوت ويفر ونايتي منتهى الصلاحية، ممكن أكله الماعز ولا ممكن الطريق؟ ممكن تأكله طبعا، ما هي الغنم والمواشي ما بتاكلش غير الحاجات منتهى الصلاحية، بس أهم حاجة ما تكونش حصل لها عفن، ما يكونش جه عليها رطوبة وسببت عفونة، لأن العفن هنا هيعمل سموم وهتعمل مشاكل كبيرة. النسبة ممكن تخلطها مع تطحنها وتخلطها مع العلف بنسبة 20 25 30%، ما فيش مشكلة، من مصادر النشويات لأنها غنية بالسكريات وغنية بالنشويات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نسبة البروتين المطلوبة لخرفان التسمين السريع لكل وزن، بمعنى من وزن 30 ل 40 بروتين و 40 ل 50؟ لو أنت تقصد على الأوزان دي يعني من 30 ل 50 كيلو، مش كل 10 كيلو بتعملها نسبة بروتين. انا عن نفسي لما بشتغل تسمين بشتغل بنسبه واحده من الاول للاخر، بس لو دخلت الغنم صغيره زاد عن اللزوم 15 كيلو 16 كيلو يعني مفطومه بدري، اول شهر بهتم بيها ممكن ارفع لها البروتين ل 20% 21% اول شهر، هو بعد كده لنهايه الدوره اذا كانت 5 شهور يعني اول شهر، وبعد كده بقى مثلا 4 شهور لو هي 5 شهور، الاربع شهور بمشي على نسبه ثابته حوالي 17% 18% يعني من 16 ل 18%. اما لو تختص بالموازين دي من 30 ل 50 كيلو فهي نسبه واحده، ممكن تشتغل على 16 17%، هيديك تحويل سريع ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عندي خروف عمره 2.5 شهر مفطوم وبياكل كويس، ولكن وجدت ان وجهه وارم من ناحيه الفك العلوي من ناحيه واحده. والله ده يا اخ ابو محمد اذا ما كانش خراج ده ممكن يكون مخبوط في وشه، ده ممكن يكون مخبوط في وشه. المكان ده ما مرتش عليا امراض بيبقى فيها ورم في المكان ده، ممكن يكون خراج. لو كان خراج بتسيبه طبعا بتتعامل معاه معاملة الخراج، اما في مكان اللي بيورم فيه دلالة على مرض زي الورم اسفل الفك من الدق لبداية الحنجرة، بيكون السقف كله بيكون الفك من تحت نازل محجر وارم كله، ده بيكون علامة على وجود ديدان رئوية، بيحتاج ابره للديدان الرئويه او ايفوماكس، في ابر مخصوص للديدان الرئويه بس انا مش فاكر اسمها، وفي الايفوماكس السوبر برضك شغال على الديدان الرئويه.
انا بعطير الاغنام املاح معدنيه والاضافات الاخرى مذوبه في الماء عن طريق التجريع، وجاله اسهال لانهم يتركوا العلف اذا وضعت الاضافات عليه. اسف طلع. لا بلاش تجرع الغنم، تحط الفيتامينات وتجرحها في الفم، لان فعلا زيادتها هتسبب اسهالات وهتسبب مشاكل زياده التجريع. على فكره دلوقتي افتكرت، ممكن تكون انت بتجرع الفيتامينات في الميه في عن طريق الفم، يعني بتجرعها لهم مدوبة في المية وبتجرع كل واحد بصورة مستقلة. ممكن تكون اديته فيتامين ألف زيادة، الزيادة في فيتامين ألف بيعمل تورم في الوجه. زيادة فيتامين ألف عن اللزوم، زيادته عن اللزوم بيسبب ورم في الوجه. فأنت ممكن تكون اديته زيادة فيتامين ألف، اديت له فيتامين ألف بزيادة. أما من ناحية إن الغنم بتحط العلف الإضافات على العلف، الغنم ما بتاكلش الناعم اللي فيه الإضافات، لا أنت بتحط علف بالزيادة. خفض الكمية لحد ما تلاقي العلف بيتلحس على ميعاد الوجبة التانية، مش يتلحس وأنت واقف، يعني تكب العلف ياكله الخشن هيسيبه الناعم على ما يجي ميعاد الوجبة التانية بعد 10 ساعات ولا 8 ساعات ولا 11 ساعة على حسب الميعاد التاني اللي أنت بتستخدمه، تكون الطوالة بتاعت العلف ممحوسة لحس تام. معنى كده ان كلت الاضافات وكلت علفها كامل. فانت طالما في بواقي ناعم يبقى انت حاطط علف بزياده، خف الكميه، خف الكميه لغايه ما تلاقي الطوالما مفحوسه. والفيتامينات ما تحطهاش في الميه وما تجرعش كل واحد بصوره مستقله، كده تعب خالص. انت الاضافه بتحطها على العلف وبس، الميه ميه بيضه ما فيش منها اي مشكله. واذا كان ده، واذا كنت بتدي جديد كميات كبيره من الفيتامينات والاملاح، استخدم علف بدون اضافات، لانك انت ممكن تكون حطيت يا جماعه مش الاضافات دي كترها بيحافظ على لا اي حاجه تزيد عن حدها تتقلب ضدها. فانت زياده الفيتامينات والاملاح بتسبب مشاكل اكتر من فايدتها. خروف عنده دوار بيلف حول نفسه لفات بسيطه وبياكل طبيعي وحركته فيها بطء. ده خروف بدايه دوشان اللي هو التهاب المخ، ده عنده التهاب في المخ، ده للاسف ملوش علاج غير الذبح. هيبدا ياكل اكلته من انت تحسب ان هو بياكل طبيعي، هو بياكل بس بياكل بينقنق خفيف، وبمجرد شويه لما التهاب يزيد بيقطع اكل خالص وممكن يصاب بالعمى وبعد كده بيموت. فلو هو جاهز ينفع يندبح اذبحه، وعاوز تتاكد ان هو عنده دوشان التهاب في المخ اكسر الراس نصين، هتلاقي المخ فيه التهاب، هتلاقي المخ ملتهب، عامل في جزء منه عامل زي العجينه ميه. سؤال طبعا ارمي الراس واللحمه كلها تتاكل مفيش مشكله. انا معايا 500 جنيه، ده انا جاوبتك قبل كده في السؤال في الفيديو اللي فات. السلام عليكم، وعليكم السلام وبركاته. صرت بعت السؤال اكتر من مره واتمنى من حضرتك تجاوبني. عندي غنم عمرها 7 شهور وفجاه ظهر لها ورم اسفل الفك السفلي وبعد يومين اختفى. انا جاوبتك يا اخ عامر، جاوبتك في السؤال فيديو الاجابه رقم 16، انت والسؤال اللي قبليك اللي هو معاه 500 جنيه ده، السؤالين دول انا جاوبتهم في الفيديو النهارده، رفعته فيديو اللي هو الفيديو الإجابة رقم 16، هتلاقي فيه إجابتك بالكامل. السلام عليكم، معلش أسئلتي متعبة، عاوز أعرف أفضل مصدر بروتين. أنا كنت سألت في الفيديو اللي فات الصويا والفول البلدي، حضرتك قلت الصويا من حيث أرخص وحدة بروتين، أنا عاوز الأحسن ويفيد مش فكرة السعر. الاتنين إن شاء الله زي بعض، لو أنت مش عاوز السعر الاتنين زي بعض، بس الأرخص طبعا هو الصويا. الاتنين يعتبروا في منزلة واحدة إن شاء الله بإذن الله. إلا ما الله يا أمبر إن شاء الله زي بعض ما فيش مشكلة. طبعا الاختلاف في التحليل من ناحية نسبة البروتين، إحنا بندور على البروتين، لكن قد أنا مش فاكر تحليل الصويا بالظبط كام كسب الصويا، ولكن عارف إن الفول البلدي غني بالفوسفور وغني بالكالسيوم وغني بعناصر تانية كتير وأحماض أمينية كتير. الصويا موجودة فيه البروتين بنتكلمه كمصدر كنسبة بروتين، أما قد تكون ماشي العناصر التانية إذا كانت حتى مش عارف ما أخدش كلام، يعني مش ممكن إنها تكون يعني أقل أو ممكن يكون أكتر الصويا، بس أنا بتكلم بغض النظر حتى وإن كانت أقل، فدي حاجات بيمكن تعديلها بالإضافات، يعني يمكن تعديلها بإضافة البريميكس اللي هو مخلوط الفيتامينات والأملاح، بتتعدل نسبة الكالسيوم والفوسفور وكله بيتعدل في العلف. ده لو كانت تحليل الصويا اقل في الكالسيوم والفوسفور من الفول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. شرح مفصل عن قلعية. عندي أغنام تعرج ولكن طيبة تاكل وصحتها تمام. إصابات في العشار والولدات، إيه نصيحتك بالنسبة للمواليد مع العلم أن الحظيرة بها مواليد من سن 20 يوم لشهر ونص؟ أخ عبد الله، إصابات، بنتكلم على القلعية. القلعية مش عرج وبس، القلاعية قبل العرج التهاب في الفم واللسان وظهور التقرحات، وبتكون بالشكل واضح على الفم، وطبعا بتوصل للسان وبتوصل لتجويف الفم من جوه، بتسبب صعوبة الأكل. العلاج بيكون بخفضات الحرارة، بتحقن خافض حرارة، ده علاج القلاعية. خافض حرارة ممكن تدي مضاد حيوي عام زي الأوكسي زي البنسلين عشان ما يحصلش عدوى ثانوية فقط لا غير، يعني بتدي خفضات حرارة وممكن مضاد حيوي تاني، هو مش بيعالج القلاعية انما عشان ما يحصلش غزو للجسم من اي مرض تاني، تدي مضاد حيوي اوكسي او بنسلين مع خفض الحرارة ومطهر موضعي في الفم، في الفم من الخارج في الفم من الداخل، عشان تطهر التقرحات والحبوب اللي ظهرة في الفم وتساعد في علاجها بسرعة. وبالنسبة للقدم بيحصل فيها طبعا التهاب في الحافر مكان التقاء الأضلاف بالجلد، بيحصل التهابات وتورمات بسبب برضك الحمى القلاعية، دي برضك بيتم تطهيرها دوري بمطهرات بتادين أو جنتيانا اللي هو المس الأزرق، أي مطهر عشان تساعد في الالتهاب بسرعة. ده بالنسبة لعلاج القلاعية. أما في ايه تاني؟ اما ما فيش الاعراض اللي في الفم دي وفي عرج، ممكن العرج يكون بسبب حاجه تانية، ممكن ناتج من التغذيه، بتغذي على ماده معينه بتسبب الام في المفاصل، بتسبب الام في العظام، عندك نقص كالسيوم في الاغنام، نقص كالسيوم في الاغنام بيسبب عرج. طالما ما فيش حبوب وتقرحات في الفم وما فيش تقرحات في الرجل، فراجع الغنم شوف الارجل سليمه ما فيش فيها اي تقرحات، ما فيش فيها اي التهابات، الفم ما فيهوش اي التهابات ما فيهوش اي تقرحات، يبقى ما فيش قلاعية ان شاء الله عندك. ما كانش في كده ما فيش قلاعية. العرج ممكن تكون بالذات انت موسم الولدات عندك، ممكن يكون عندك الاعلاف فقير للكالسيوم، ناقص فيه الكالسيوم، ما فيش كالسيوم كفايه في العلف في العلفه بتاعتك، فبالتالي الامهات على وش ولادها ممكن يحصلها تسمم حمل بسبب نقص الكالسيوم، والامهات اللي بتولد عندها نقص كالسيوم بس لسه ما سبب لهاش تسمم بيسبب لها العرج في البداية. في البداية العرج بيكون خفيف، كل ما يزيد نقص الكالسيوم العرج يزيد لغاية ما توصل لمرحلة الجلوس وما تقدرش توقف، وبتاكل وتشرب وما انت ذاكر انها طيبة بتاكل وصحتها تمام، معنى كده ان شاء الله ما عندكش قلاعية. طالما الطيبة بتاكل وصحتها تمام ان شاء الله الغنم ما عندهاش قلاعية. الغنم عندها نقص كالسيوم، ضيف بودرة اللي هو مسحوق الحجر الجيري كربونات الكالسيوم على العلف بالنسبه للامهات العشار دي اللي بتولد بمعدل على الاقل 10 كيلو على الطن، من 10 ل 15 كيلو في الحاله دي لمده شهر على الاقل، تفوت مرحله الولاده العشر الثقيل والولاده فتره الرضاعه، شهر شهر ونص بمعدل من 10 ل 15 كيلو كربونات الكالسيوم اللي هو البلوك الابيض المطحون على العلف، من 10 ل 15 كيلو على طن العلف، ان شاء الله العرج هيختفي من عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إن شاء الرحمن أبدأ قريبا، جزاك الله خيرا على مجهودك وتعليمك لنا كل مفيد. أنا عندي بعض الأسئلة، أنا لو أعطي الغنم 3% ومركز زاد 1% برسيم بايت، هل أنا محتاج معاهم تبني أو لا؟ لا، 1% برسيم بتكلم على برسيم أخضر؟ لا، أنا بتكلم على 1% برسيم جاف دريس، أما 1% برسيم بايت اللي هو أخضر لا هتحتاج أكتر، برسيم الاخضر ميه كله ميه ما بيتحسبش بالوقت، يعني ممكن الخروف ياكل 3% اخضر كمان، 3 او 4% اخضر ممكن ياكل 3 او 4%، انت عارف 1% يعني قد ايه؟ 1% يعني لو الخروف 25 كيلو بياكل كيلو لربع علف مركز، 1% برسيم اخضر يعني ربع كيلو، ربع كيلو ضربت جرجير هياكلها في بق واحد، لا ممكن ياكل 5% 6% برسيم أخضر
برسم الاخضر ما بيتوزنش بالميزان ده، بتحط كده لحد الشبع يعني، ممكن ياكل 5 6 كيلو، لان هو يعتبر برسيم مجفف دريس وميه. انت هتحسب له الميه؟ انت للغنم لما بتاكل برسيم اخضر ما بتشربش ميه، لما بتاكل برسيم اخضر ما بتشربش ميه، بتاخد الميه بتاعتها من البرسيم. فانت ما تحسبش البرسيم ب 1% و 2%، لا ده انا ما وزنتهاش ما حسبتهاش، بس على الاقل يعني الخروف ال 25 كيلو هياكل له حتى ربطه الصبح، ربطه اللي هي حوالي 2 كيلو دي، ولا خليها كيلو ونص وربطه زيها كيلو ونص بالليل، يعني 3 كيلو. لما تحسب ال 3 كيلو على ال 25 في بالنسبه لل 25% هيعتبر 3 6 حوالي 9% من وزنه، 9% من وزنه برسيم اخضر، او 8% يعني هياكل ما حسبتهاش كاخضر، لان بتختلف نسبه الرطوبه. الاخضر ما بتحسبش بالوزن خالص، بتاكل لحد الشبع، لكن انا بتكلم انك بتجيب كميه دريس مجفف وعاوز تخزنها، فبتحدى انك بتشتري بالميزان، بتدخل بالميزان. لكن البرسيم الاخضر ده كده لحد الشبع. السؤال اللي بعده، هل يتم؟ طبعا انا محتاج معاهم تبن ولا لا؟ مش محتاج تبن، بس مش 1% برسيم، تاكل برسيم لحد الشبع بعد العلف، ما تحتاجش تبن ان شاء الله. هل يتم بيع الصوف والروس اعزك الله كسمات طبيعي؟ الروس بيتباع بس على حسب المنطقه اللي انت فيها، في ناس ما بتاخدهوش، بيقول لك عاوزين سباخ بتاع بهايم، اسمه سباخ طبعا هنا عندنا في مصر، عاوزين بتاع بهايم بتاع البقر، مش عاوزين بتاع الغنم، وفي ناس بتفضل يعني بياخدوا بتاع الغنم، فعلى حسب المنطقه اللي انت فيها. لكن هو بيتباع من ناحيه البيع، فهو بيتباع. والصوف مش كله بياخده برضك، يعني لازم تدور حواليك في حد بياخد، ما فيش حد. انا عن نفسي لما بقص 20 خروف 25 خروف برميهم في الزباله والله، ما فيش حد جنبي قريب بيشتري صوف، وكذلك الروس بتاعهم لما بنضف برميه في الزباله، بشوف اي حد يجي ياخدها في عربيته كده يرميها في ارضه، يرميها في الزباله، ساعات باجر لها عربيه وارميها في الزباله. استمر فوالله هذا سينفعك باذن الله في الدنيا والاخره، استحضرني دائما واستمر، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك يا اخ زاروك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي نعجه والده، وفجاه لقيت ظهر فيها زي كيس دهني تحت ودنها، ده ليه علاج؟ ده لو خراج عبى وكبر بيظهر تحت الودن، بيظهر مكان خراج، ده هيكبر وسيبه خراج لحد ما يطيب ويتفتح. اول ما يتفتح اعصره في حته قماش او في اي كيسه لحد ما ينزل دم، ارميه بعيد عشان ما يعديش الغنم، وطهر مكان الخراج باي مطهر عندك، بتدين او جنتيانا. لو سمحت عايز اسم اي حاجه تكتر اللبن، دواء علف اي حاجه لو سمحت. عشان تكتر اللبن ما ينفعش بعد ما تستناه، بعد ما تولد وعاوز حاجه تكتر اللبن، الاهتمام يكون في الشهرين الاخرين قبل الولاده، شهرين اخر شهرين في الحمل واول شهرين في الرضاعه، هتلاقي اللبن ما شاء الله خير 100 100. ولكن هي ولدت، تحصيل حاصل دلوقتي قدام امر واقع، واللبن ما فيش، هتدي كالسيوم، ممكن تجيب لها ديكال 12 بشري شرب، وتديها كل يوم مثلا لو هي معزه او نعجه والده، كل يوم مثلا 20 سنتي شرب في الفم، تخلص معاها الابوه كده في خلال اسبوع، واهتم بالعلفه كويس. اللبن مش هيزيد من يوم وليله، يعني ممكن تاخد معاك اسبوع 10 ايام اكل كويس ورعايه كويسه عشان تبدا تدور اللبن، وممكن تاخد اسبوعين كمان لو هي ضعيفه خالص. ما هو موسم التلقيح للغنم؟ مش فاهم ايه هو موسم التلقيح. الموسم اللي بيطلقوا فيه الطلقه على النعاج او على المعيز عشان تعشر. ثانية نرد على التليفون ده، معلش المكالمة طويلة شوية. وقفنا عند ما هو موسم التلقيح للغنم. موسم التلقيح ده الموسم اللي بيطلقوا فيه الذكور على الإناث عشان يتم التلقيح، وفي ناس بتلقح بيبقى الذكر مع الغنم باستمرار، فبتلاقي الولدات مختلفة، يعني على مدار السنة النعاج بتولد، ما بتولدش مجموعات مع بعضها. ولكن هو الأفضل تحديد ميعاد التلقيح عشان تحدد ميعاد الولادة، اللي هو بيكون فيه الجو معتدل كويس في الربيع، فيه خضرة كويسة، فيه مراعي كويسة. إنما وتحددها على مواسم البيع، بحيث يكون تولد في وقت يدخل الخروف المولود المفطوم يخش على التسمين، يطلع على العيد الوزن المظبوط بتاعه.
ده الأوقات اللي بيتظبط فيها ميعاد التلقيح، وهو ده موسم التلقيح. لو سمعت حضرتك عندي نعجة كانت درجة حرارتها عالية اليوم الأول، رفعت رجلها عن الأرض، دي تخافض دفلام ومضاد حيوي أوكسي، أكلت وخفت ولكن ما زالت بتهرب في المشي، ماذا أفعل؟ عندي نعجة كانت درجة حرارتها عالية اليوم الأول، رفعت رجلها عن الأرض، مش عارف يعني هي رفعت رجلها عن الأرض لو الحرارة مرتفعة اديت دفلام خفض حرارة تمام، لو اديتها أوكسي أكلت وخفت ولكن ما زالت بتعرق في المشي، وهي ممكن تكون اللي مسخنها الخبطة اللي اتخبطتها في رجليها، ممكن تكون قصدي مخبوطة في رجليها، ممكن يكون في التهاب في الظافر بتاعها، دور في الظافر، التهاب في المفاصل، فأنت الدفلام كويس خفض حرارة ومضاد التهابات وكويس للروماتيزم، يعني مفيش أي مشكلة، استخدم ال استخدمت الدفلام وخفض والأوكسي إن شاء الله كده تمام، بس أنت ممكن تاخد يومين ثلاثة على ما تنزل رجليها إذا كان السبب هو رجليها في رفع درجة حرارتها ثانية واحدة بس معلش كان في واحد بيخبط بس وقفنا عند سؤال مين؟ الناعجة اللي بتعرق حرارتها عالية اليوم الأول رفعت، يعني لما زادت حرارتها رفعت رجليها ولا رفعت رجليها وبعد ما معلش يا جماعة السؤال مش واضح. على العموم الناعجة بتعرق وحرارتها عالية، اديتها دفلام خفض حرارة تمام، واديتها أوكسي كالت وخفت تمام، بس لسه بتعرق، معيد مرة كمان الدفلام وعيد مرة كمان الأوكسي ودور في الظافر بتاعها في رجلها من تحت، ممكن يكون في التهاب في الحافر من تحت، أو يكون فيها سوسة، أو يكون فيها مسمار أو حاجة داخل في رجلها من تحت، وهو اللي بيسبب لها ارتفاع درجة الحرارة بيسبب لها العرق. لقيت الظافر سليم وكل حاجة سليمة، ممكن يكون وجع في المفاصل بس هيروح إن شاء الله مع الدفلام، بإذن الله هيروح الوجع وهيسكن مع الوجع، ومضاد الدفلام مضاد التهابات خافض حرارة ومسكن للألم، وإن شاء الله وهتمشي معاك كويس في خلال 3-4 أيام. لو سمحت يا باشمهندس أيهما أفضل، شربة الديدان أم بيونكس ديدان كبدية أم أيفوماك، وما مدة الفصل فيما بينهم، وما هي أفضل أنواع الشربة وأدوية الديدان الكبدية والكرش؟ يا أخ علي هو كل واحد اللي انت، بس انا مش عارف بس هنا اذا كانت هي شرب الديدان ام بيونكس. البيونكس ده انا ما عنديش علم بيه، اسم ممكن اسم تجاري ما اعرفوش. ايهما افضل، شربة الديدان ام بيونكس، ديدان كبدية ام ايفوماك، وما مدة الفصل فيما بينهما؟ في حاجة شربة الديدان في منها انواع، في نوع بيشتغل على ديدان الكرش بس، وفي نوع بيشتغل على كل الديدان. شربة الديدان في نوع منها بيشتغل على ديدان كرش بس، وفي نوع بيشتغل على جميع انواع الديدان، كبدية معوية رئوية ديدان نغف بيشتغل عليهم كلهم. الايفوماك السوبر بيشتغل على الكل، كبدية معوية رئوية ديدان نغف جرب جلد كله بيشتغل عليه. البيونوكس لو هو طبعا بغض النظر البيونوكس انا ذكرت لك، وانت بقى تشوف البيونوكس عبارة عن ايه. شربة الديدان اذا كانت بتقضي على جميع انواع الديدان فهي كويسة. الديدان الكبدية الايفوماك بيقضي على الديدان الكبدية، ولكن هنا امتى استخدم دواء للديدان الكبدية فقط ما استخدمش الايفوماك السوبر؟ لما تأكد ان الغنم عندها ديدان كبدية. بتعرفها ازاي؟ تعرف تشوف جفن العين، تفتح الجفن تلاقي الشرايين بتاعت العين لونها ازرق، تعرف ان الكبد فيه ديدان كبدية، الكبد تعبان، لازم تاخد حاجة مخصوص للديدان الكبدية عشان يكون مفعولها اكيد 100% على ديدان كبدية، فتاخد حاجة للديدان الكبدية. اما انت بتجرع الغنم بالكامل ما انتش يعني كوقاية، عشان لو في اي ديدان كبدية معوية رئوية نغف طفيليات خارجية بتدي الايفوماك السوبر. انا عن نفسي بدي ايفوماك السوبر وبدي معاها شربة للديدان بعديها، لو بدي شربة للديدان بتشتغل على الكل،
ديدان معويه ورئويه، نفس مفعول الايفوماك الصبر. بديها بعد الايفوماك باسبوع، وبعد الشربه بعد الايفوماك باسبوع بدي الشربه ديدان، وبعد الشربه ب 15 يوم بعيد اي واحد منهم، بعيد الايفوماك او الشربه. وما هي افضل انواع الشربه وادويه الديدان الكبديه والكرش؟ اخ علي انت ملخبط الدنيا معاك خالص. الشربة للديدان، أدوية الديدان الكبدية مخصوص للديدان الكبدية. الأيفوماك عشان أوضح لك، الأيفوماك السوبر شغال على جميع الطفيليات الداخلية والخارجية، من ضمنها جميع أنواع الديدان. الشربة في منها نوعين، شربة تشتغل على الديدان المعدية بس، ديدان الكرش، وشربة بتشتغل على الكل. فانت على حسب نوع الشربه، فانا عن نفسي بستخدم الليفا فلوك شربه، الليفا فلوك او ترايميك، بيشتغلوا على جميع انواع الديدان. ما هي افضل انواع الشربه وادويه الديدان الكبديه وكده؟ ليفا فلوك او ترايميك دي ممتازه، بتشتغل على ديدان الكرش والكبد والرئه وكله، وسعرها معقول. هكتب لك اسمها اهو، ليفا فلوك او تراي ميك. الليفا فلوك بتسبب اسهالات، التراي ميك ما بتعملش اسهالات، والاثنين بيشتغلوا على كل الديدان. ده بالنسبه للشربه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بدشش كوز الذره كله بالغلاف وبحطه على التبن للغنم مع البرسيم يوميا، يعني علبة النعجات لبنيه تحت العشر، هل هذا العلف يؤثر عليهم في العشر ويسمنوا ام لا؟ لا ان شاء الله ما فيش تسمين، انت بتدي علف يعتبر كله الياف، الذره بالكيزان يعني ما فيش، ما الذره بالكيزان وبتحطها على تب، لا ان شاء الله ما فيش تسمين، ان شاء الله ما فيش سمنه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا باشمهندس، كان عندي معزه 10 4 ونص، الضرع كان محجر بس كانت بتاكل وتشرب طبيعي جدا. المهم رحت للدكتور اداني حقنه بتاخد في الحلمه اسمها لينيومام ال سي 10 سنتي، خدت 5 سنتي في كل ناحية، وخدت كمان 5 سنتي في العضل. الكوسيلين لينكو ولا ماشي على هو عبارة عن لينكو، في حاجة اسمها لينكو سبكتين، عبارة عن لينكو مايسين مع سبكتين ومايسين، ده ممتاز اسمه لينكو سبكتين، بس ده ممكن اسامي تجارية. الكوسيلين ممكن تكون عبارة عن لينكو مع سبكتينو، المهم دي اسامي تجاريه، المهم من فصيله البنسلين. 5 سنتي في العضل، بمجرد ما خدت الدواء وقعت على الارض وماتت فورا. ممكن تعرفني ايه السبب، وخصوصا انها كانت طبيعيه جدا وكانت بتاكل اثناء ما كنت بديها العلاج، علشان اقدر اتفادى اي اخطاء في المرات الجايه، وربنا يعوض علينا. ربنا يعوض عليك يا اخ محمد الاول. تاني حاجه، هي ماتت بسبب الدواء، بمعنى هو في ابره بتتجاب بلاستيك كده، وهي اكيد هي دي، بس ممكن اسمها ايه مش فاكر اسمها، لكنها من فصيله البنسلين. يعني ابره بتتحين داخل الحلمه، فعلا عباره عن ابره كده، تعتبر هي 10 سنتي، ممكن تاخد 5 سنتي في كل حلمه. دي انا عن نفسي استخدم، بس استخدمتها للبقر، استخدمتها لمواشي كبيره للبقر، وجابت نتيجه ممتازه، ما شاء الله نتيجتها ممتازه. واما اللينكو سيلين ما استخدمتهوش، ولكن من كلامك هي ماتت بسبب الدواء، لان التهاب الضرع ما بيسببش وفاه خالص، التهاب الضرع بكل حالاته ما بيسببش الموت، وما بيسببش قطعان الاكل، بتفضل اللي بيحصل تليف في الضرع، ما فيش لبن، هو ده اللي احنا بنخافه منه، فعشان كده بنعالجوه، انما ما بيأثرش على اكلتها، ما بيأثرش، ما بيموتهاش، مش هو السبب في وفاتها. التهاب الضرع ما بيسببش وفاة باي شكل من الاشكال. التهاب الضرع بيسبب جفاف، التهاب بيسبب تليف الضرع، وبالتالي جفاف اللبن، مفيش لبن، مفيش حليب، ده التهاب الضرع. لكن انت بتقول كانت بتاكل وانت بتديها الدواء، بمجرد ما اديتها الدواء ماتت، فهو الدواء هو اللي موتها، لكن الدواء اللي انت استخدمته ده انا ما استخدمتوش قبل كده.
وهو اكيد 200% هو اللي موتها، طالما المعزه كانت بتاكل ونشيطه وكل حاجه، الدواء عمل لها حاجه موتها، فياريت ما تستخدمهوش تاني من غير ما اعرف الدواء هو عباره عن ايه. بس هو عباره عن بنسلين، فصيله البنسلين، هو 5 سنتي بس، ممكن تكون المفعول بتاعه جديد. الدواء ده انا ما استخدمتوش عشان اقدر احذرك منه ولا كده فيه، بس هي ماتت بسبب الدواء اللي انت اديته لها، طالما ماتت فورا بمجرد ما سبتها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل ممكن اضافه؟ طبعا انا منزل 3 فيديوهات او 4 فيديوهات لالتهاب الضرع، ارجع لهم. ما استخدمتش حقنه الضرع خالص، ما استخدمتش حقنه الضرع خالص، استخدمت مرهم يود في الضرع من بره، واستخدمت حقن بنسلين، بنسلين عادي، بنسلين طويل المفعول، بنسلين طويل المفعول، لا لينكوسبكتين ولا لينكومايس، استخدمت بنسلين عادي اللي هو طويل المفعول. كل يوم تاخد سنتي لكل 10 كيلو، يعني لو كانت المعزه 30 كيلو او كانت 40 كيلو، كنت كل يوم بديها 4 سنتي لمده 4 ايام، زائد بندهن الضرع مرهم يود، والحمد لله خفت. وفي فيديو ليها قبل ما تخف اثناء الالتهاب، وفي فيديو ليها بعد ما خفت على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل ممكن اضافه السرسة بتاع الرز للغنم، مفيد ولا لا، وبنسبه كام كيلو في العلف والبروتين كام فيها؟ السرسة ما ينفعش تحطها، السرسة طبعا هي بتنتج القشر اللي هو على الرز، بتنتج من تبييض الرز، وساعات بيكون فيها نسبه كسر الرز، لو فيها نسبه كسر الرز فهي فيها نشويات شويه. انما الغنم لو غنم تسمين ما بتحبش السرسة، اوعى تحط على العلف سرسة، مش هترضى تاكل العلف كله. اما لو هي امهات جعانه مراعي بس بتاكل في الصخره، هتاكله مفيش مشكله. فالبروتين اعتبره ما فيهوش بروتين، الياف وشويه نشويات اذا كان في نسبه كسر، اذا كان هو قشر صافي فهو اعتبره الياف 2-3% بروتين. اما لو في نسبه كسر على حسب نسبه الكسر اللي فيه، يعني ممكن تلاقيه 3-4% بروتين اذا وصلت، ما اعتقدش انها توصل كده السرسه، هي اخرها 2-3%، اعتبرها الياف بديل التب. السرسة بتبقى ارخص من التب. جزاكم الله خيرا. لو سمحت، عندي مواليد ماعز فيها براغيث وهي عمر 15 يوم والجو بارد جدا، هل وضعت ايفوماك على جلد الرقبه خارجيا يقضي عليها، وايه العلاج؟ بارك الله فيك. لا، لو حطيت الايفوماك مش هيقضي عليها. اما ايه هو العلاج؟ لازم تختار يوم دافي، يوم الشمس فيه سخنه، ما هو الشتاء مش كله دايما ساقع، تختار يوم الجو مشمس فيه، وتجيب بيتوكس وترش الجديان الصغيره بالكامل فوق وتحت، مش لازم تغطسها عشان ما تبردش جسمها بسرعه، ترشها بالكامل وتسيبها في الشمس تنشف، قبل ما الشمس تغيب هيكون نشف ان شاء الله ورجعت حرارته الطبيعيه. والرش هتضطر ترش مره مرتين ثلاثه لحد ما تقضي على البراغيث. انا سمعت مش عارف مقدار اضافه المورينجا للعلف، وقال لي نتائج ملحوظه جزاكم الله خيرا. للاسف ما استخدمتش المورينجا قبل كده وما عنديش اي معلومات عنها. السلام عليكم، كيفك حكيم؟ الله يبارك فيك. انا اول حاجه مش حكيم، انا مهندس ميكانيكا، بس الاسئله اللي بجاوب عليها من ضمن خلاصه تجاربي في من واقع العمل في شغلي في الغنم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. الفول الصويا المبخر ينفع في خلطه العلف؟ انا مش فاهم والله الصويا المبخر ده عباره عن ايه، يعني مسلوق قصدك؟ عموما طالما هو فول صويا مفيش اي مشكله، لو هو مسلوق مبخر ممكن تقصد بيه مسلوق برضك مفيش مشكله، تمام، فهو ينفع من ناحيه فول صويا، فهو ينفع بكل الاشكال. انما او تقصد مطبوخ، هنا المشكله في الغنم ما بتاكلش الحاجات الطريه، لو انا مش عارف هو المبخر، انا بديك كل الاحتمالات. لو فول صويا مسلوق ينفع، فول صويا محمص داخل الفرن ينفع طبعا، فول صويا مطبوخ زي الفول المصري كده النعاج هتاكله، اللي هي الجعانه اللي هي بتعتمد على المراعي. انما الخرفان التسمين ممكن تقدرش تاكله عشان هو بصوره طريه، وانا مش عارف انت تقصد بيها ايه. شوف اللي انا اذا كان حاجه غير اللي انا قلتها اذكرها لي في الفيديو التاني. قال تبني القمح افضل ام تبني الشعير؟ تبني الشعير افضل، بيكون انعم من تبن القمح، تبني الشعير يعتبر الافضل. هل يمكن بس طبعا الاثنين قيمتهم الغذائيه قريبه من بعض يعني، بس تبني الشعير يعتبر افضل. هل يمكن استقبال الغنم على تبني الشعير مخلوط معاه علف مركز بالتدريج؟ علما بائع الغنم
ليا يقوم نهارا بالراعي والمغرب يعطي علفة واحدة. استقبل الغنم على تبن الشعير مخلوط معاه علف مركز بالتدريج. طبعا 100% مش لازم تدي علف مركز مرة واحدة يعني، بس انا بكلمك لو انت عارف الاوزان بتاعتك وعارف كمية العلف اللي انت بتحطها يبقى اشتغل مفيش مشكلة على علف زي ما كنت بشتغل في الاستقبال، على كنت بحط علف صافي بدون اي اتباع. لكن انت الافضل انك تحطه مع التبن لو انت خايف تكون الكمية كبيرة ولا حاجة، التبن هيساعد في تخفيف اللكم. طيب علما بقى ان بائع الغنم ليا يقوم نهارا بالراعي والمغرب يعطي علفة واحدة، يعني بيدوقوا العلفة يعني مش معتب. مفيش مشكلة تمام التمام، يعني الراجل كان اللي كانوا عنده الغنم كان بيرعاهم ويديهم وجبة علف واحدة. انت عاوز تسمنهم وعاوز تديهم وجبتين بس انت بتحط على تبن شعير وتزود العلف واحدة واحدة، مفيش اي مشكلة تمام. ما الفرق بين الدورة الصفراء والدورة الأويجة؟ الاتنين يعتبروا قريبين من بعض فيما عدا الطاقة، ممكن في الدورة الصفراء اعلى من الدورة الأويجة شوية، ونسبة البروتين في الدورة الأويجة اعلى من الدورة الصفراء. 10% فول صويا، 70% شعير. هو سعره 3 جنيه، انا مش عارف انت جايب السعر ده، الرده ب 4 جنيه فعلا النهارده. شعير ب 3 جنيه ممتاز. العلفة ان شاء الله باذن الله ممتازه، 70% شعير 20% رده 10 صويا. بس الغنم لو كانت بتكره الناعم هتخفف الصويا شويه، تشيل منها تخفف الرده شويه، تشيل منها 5 وتحطها في الشعير مفيش مشكله، او تحطها في فول الصويا والغنم صغيره، يعني تبقى 15 صويا و15 رده و70 شعير. العلفه ان شاء الله فوق الممتازه. عاوز اعيد لك الحساب ولا ماشي؟ 10 90 و 210 يبقى 380 بالظبط، هتبقى 380 جنيه العلفه ان شاء الله فوق الممتازه. بس يكون الشعير ب 3 جنيه، لان الشعير عندنا هنا انا ما عنديش علم ان هو ب 3 جنيه، ده وصل فات ال 4 تقريبا، 4 ونص حاجه زي كده. الشعير فات ل 4 جنيه ونص، اذا كان شعير بالسعر 3 جنيه فالعلفه فوق الممتازه. والصراحه يا اخ، طبعا انت مش كاتب اسمك يا اخ اتش ار، انت كده ما شاء الله فاهم موضوع العلف كويس. ادي ده مثال لتكوين علف بأعلى نسبة بروتين وأقل سعر ممكن، بس النقطة الوحيدة إن يكون الشعير ب3 جنيه، بس إن الشعير يكون ب3 جنيه، لأننا حاليا عندنا الشعير 4 جنيه ونص أو أعلى. أشكر أخي الفضل على معلوماتك القيمة وسعة صدرك، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك اللهم آمين. هل ينفع أكل النعاج اللي لسه ما دخلتش إنتاج تبن قمح فقط، ولا لازم اضيف علف مركز معاه؟ ولو كان لازم يبقى كام بروتين؟ لا طبعا تبن قمح فقط ده الياف، ازاي يعني؟ حتى على الاقل حتى يبقى برسيم بس، دريس بس اللي هو البرسيم المجفف يعني. تبن فاصوليا، تبن القمح، لا تبن القمح ده يعتبر ما الغنم ما بتاكلهوش بصوره منفرده، وفي نفس الوقت الطاقه والبروتين فيه واطي خالص، ضعيف خالص، فما ينفعش. لازم لو معاك تبن قمح بس لازم يبقى في وجبه علف خفيفه حتى لو كانت خفيفه اخر النهار، وما يهمش طالما انت تبن قمح فقط حتى لو شويه لما كانت الدوره رخيصه يعني، ما بقصدش يعني بالدوره، الدوره ب5 جنيه ونص النهارده، بس المقصد حتى وان كان على نسبه بروتين، حتى لو كانت الدوره بس 9% بروتين، يعني اي حاجه حتى لو كانت 9% 10% بروتين هتبقى احسن من التبن مليون مره، تبن القمح بس. فضروري وجبة حتى وإن كانت خفيفة طالما المادة المالئة عندك تبني قمح بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير الله يبارك فيك. اعتذر عن هذه الأسئلة الكثيرة بخصوص أمهات، واعتماد كامل على أكل الحظيرة. والله أنا فهمت بس ماشي اتفضل. المهم، هل تحلب النعجة؟ هل تحلب النعجة من غير راعي؟ أما أنها تحتاج، هل تحلب النعجة من غير راعي أما أنها تحتاج إلى راعي حتى تضر حليب كما يشاع أن الراعي يحسن النفسية؟ لا عادي جدا بدون راعي خالص، والنعجة تضر أحسن كمية لبن. رجعة للتغذية،
للتغذية، الحركة كويسة وحلوة نشاط، وإنما الأهم منها يعتبر التغذية. أول الاثنين مهمين، هي حركتها داخل الحظيرة في الملعب، لو أنت في الحظيرة واسعة وفيها ملعب، حركة الناعجة داخل الحظيرة تكفي كأنها بترعة، ولكن التغذية السليمة هي الأهم في إنتاج الحليب. ده كلام إشاعات يعني، مش كلام صحيح، إن الراعي هو اللي بيزود. طب أنت ارعى بيها في الصخر وخلاص مشيها، في مثل عندنا مصر زي كده يقول لك جريني ولا تغديني، يعني الغنم عاوزة ترعى أهم من الأكل؟ لا طبعا، الاتنين مهمين، ولكن يكفي حركتها، انت مش هتفضل رابطها جنب الحيط، هي الملعب كبير بتتحرك في حركة، مش نايمة على طول. فده مفيش من الكلام ده كده غلط، أهم شيء التغذية، وهتضر لبن وهتحلب 100%. ما احتمال أن تندى الأنثى مرتين في كل سنة، وأما العناية المطلوبة لذلك من بني أنوي شراء نعجة بعمر سنة، ولست متأكد كم دورة ولادة معدل الاستفادة من نعجة أمهات. الأكيد المفروض طبعا كتير، إن هو في ناس يعني مثلا تخلي النعجة تولد وتفطم على 3 شهور، بعد كده يوديها تعشر، تصبح الدورة بتاعة الأم الوالدة الواحدة 8 شهور، يعني تولد مرتين، أما تولد 3 مرات في السنتين، كل 24 شهر، كل سنتين بتولد 3 مرات. ده يعتبر كده، ده مش مكثف، إنها عشرت ورضعت 3 شهور، فطمت، وبعد الفطام عشرت، تصبح النعجة كده بتولد 3 مرات في سنتين. أما أنها تولد مرتين في السنة ده وارد، وتولد يعني اللي هو يعتبر الأضمن أنها تولد إن شاء الله بإذن الله مرتين كل 13 أو 14 شهر، مرتين كل 13 أو 14 شهر بالكتير، يعني 5 شهور حمل وشهرين رضاعة بيحصل داخلهم الحمل. طبعا ما في 3 شهور رضاعة مش شهرين، بس بيحصل الحمل داخل الشهرين الرضاعة، أول شهر في نهاية الشهر الثاني، في نص الشهر الثاني تبدأ نسبة التلقيح تزيد، هرمون اللبن بيخف من الأنثى، هرمون بيكون أعلى ما يمكن في أول شهر، فنسبة التلقيح بتكون صعبة. بمجرد ما تبدأ نسبة هرمون اللبن يخف في الشهر الثاني، تبدأ نسبة التلقيح تزيد تعلى، ده طبعا في حالة طالق الكبش معاهم باستمرار. ما احتمال أن تلد النعجة توأم بالبطن؟ هل تستطيع أن تلد الأنثى قبل أن تفطم صغيرها؟ ما احتمال أن تلد النعجة توأم؟ ده راجع لنوع السلالة، بمعنى النوع البرقي عندنا في مصر هنا التوأمية فيه ضعيفة، بمعنى كل 100 أم برقي ممكن 20 أو 15 بس يجيبوا توائم، نسبة التوأمية عند البرقي ضعيفة. أما في النعاج الرحماني في مصر عندنا نسبة التوأمية ممكن توصل 40-50-55%، نسبة التوأمية على فرجعة لنوع السلالة. وهل تستطيع أن تلد الأنثى قبل أن تفطم صغيرها، أي بعد شهر واحد من إرضاعه؟ هل تستطيع أن تلد الأنثى قبل أن تفطم صغيرها، أي بعد شهر واحد من إرضاعه وما زالت لديها شهرين حتى تنتهي رضاعة؟ أنت ما تقصدش تلد، تقصد تتلقح، تتلقح وليس تلد. إزاي هتولد على شهر يعني؟ لا طبعا، تقصد يعني انها تعشر على شهر وهي بترضع، ده بيحصل، ولكن زي ما قلت لك انا من شويه، هرمون اللبن بيكون عالي في الشهر الاول، فنسبه انها تتلقح يعني ممكن اول ما بتشيع، اول ما بتحني للذكر ممكن بعد الشهر الاول، ولكن نسبه انها تمسك ممكن تكون ضعيفه طالما بترضع، لان بيكون هرمون اللبن عالي، بس بيحصل تلقيح بنسبه بسيطه، ولكن في نص الشهر الثاني احتمالها ان شاء الله تكون اكبر في انها تمسك، انها تعشر يعني. متى افضل وقت لدخول الفحل على النعجة؟ بعد الولادة بشهر ونص. كم تاكل النعجة باليوم تقريبا قبل واثناء الحمل؟ لانه انا في صدد عمل دراسة جدوى واخاف ان اطعمها اقل فتتعب، او اطعمها اكتر فيصيبها دهون رحم ولا تنجب. والله النعجة بتاكل هنا على حسب المادة الملأة بتاعتها المتوفرة. أنا ذاكر أما 4 شهور مهتميت، لازم تهتم بيهم باهتمام كويس، آخر شهر في الحمل وأول شهرين في الرضاع، آخر شهرين في الحمل وأول شهرين في الرضاع لازم تهتم بيهم اهتمام كويس، وتدي علفة صبح وليل
عشان تلاقي المولود ما شاء الله حلو واللبن ما شاء الله تمام. اما في الشهور الباقيه ممكن تكون لو انت المرعى مرعى متوفر، مرعى كويس غني اخضر، ممكن تستكفي بالمرعى في شهور الحمل الاولانيه والنعجه، فده ممكن تستكفي بالمرعى. اما الاربع شهور دول لازم تدخل فيهم العلف. النعجه ممكن تاكل كام؟ ممكن تاكلها يعني ممكن توصل لدرجه انك تعملها معامله الخروف التسمين، يعني لو هي 50 كيلو تاكل كيلو ونص علف في اليوم، كيلو لربع الصبح وكيلو لربع بالليل. امتى دول؟ الاربع شهور الاخرانيين، اخر شهرين في الرضاعه في الحمل واول شهرين في الرضاعه. دي تتنبيه اللي هتديه لها هتلاقيه ان شاء الله بعد الولاده. بمجرد ما مسكت عشر اكلها وما تخافش من الدهون نهائي. اما الكميه متوقفه طبعا على نوع الماده الملأ اللي انت بتاكلها، في تبن الفول غير تبن الفاصوليا غير عرش السوداني غير الدريس غير البرسيم، الاكل بيكون لحد الشبع. متى تبدا النعجه بالحمل من اي عمر؟ متوسط 10 شهور. هل تلد النعجه بعمر 7 سنوات و 8 سنوات اما انها تنقطع عن الولاده عند عمر معين؟ لا ما تنقطعش ان شاء الله لحد ما تموت باذن الله، الا لو حصل لها مشاكل في الرحم عادي وهي صغيره وحصل لها مشكله في الرحم، التهاب رحم ما بتحملش ما فيش مشكله، يبقى ده بسبب مرض. اما طالما صحتها تمام والرحم سليم تعشر وتولد لحد ما تموت. هل ممكن تلد بحياتها 16 حمل اي 16 دوره ولاده؟ لو قلنا بتولد بتعشر على عمر سنه وبتولد تولد كل 3 سنين مرتين، يعني هتقعد كام؟ كل 3 سنين لو خليناها كل في السنه 2 هيصبح عاوز 8 سنوات تولد 16. لا بنفترض ان في كل والده فرد، بنفترض ان في كل والده واحد، يعني عاوز 16 والده، يعني عاوز 16 والده، 16 والده يعني عاوز 8 سنين او على الاقل وسنه 9 وفي سنتين زيادات، يعني عاوز عمرها حوالي بالظبط 8 9 10، عاوز عمرها حوالي 11 سنه. لا المفروض انها تكون اقل، هتكون اقل 11 سنه، لا نعجه هتكون كبيره خالص، وده مش العمر المتوسط. العمر المتوسط للنعجه 8 9 سنوات، ده العمر كده الكبير، يعني العمر المتوسط 8 سنوات للنهايه، تعتبر نهايه عمرها، ده نهايه عمرها، النهايه العمريه بتاعتها المتوسطه 8 سنوات، يعني 7 سنوات، 7 لو في السنه والدتين، لو في السنه والدتين هتجيب حوالي 14 والده، وده صعب طبعا في كل سنه والدتين ده صعب جدا، ولكن تبقى 14 وتشيل من في حوالي 10 ولدات تقريبا، ممكن تجيب 10 ولدات. كم عليا اطعام فحل مدخله يضرب وكم فحل يلزم ل60 نعجه؟ وكم عليا اطعام فحل مدخله يضرب وكم فحل يلزم ل60 نعجه؟ الاكل تاكله في موسم التلقيح تاكله زي التسمين الفحل، يعني 3% من وزنه، لو هو 70 كيلو هتاكله حوالي 2 كيلو علف في اليوم. وهكذا بالنسبه، بغض النظر عن النوع الاكل ايه، ممكن لو حط الذره صافي ما فيش مشكله، في ناس بيحبوا ياكلوا الذره لك بتسخنه، بس لا هي مش قصه الذره بتسخنه، هو مرعى معتمد على مرعى، الذره بالنسبه له علف وعلف ممتاز عن المرعى، فاي حاجه متوفره عندك لو في علف مركز بروتين عالي يعني ما فيش مشكله، في ذره بس ما فيش مشكله. وكم فحل يلزم ل60 نعجه؟ والله طبعا في ناس بتدخل لل30 كبش واحد، في ناس بتدخل لل20 كبش واحد، في ناس بتدخل لل50 كبش واحد، انا برجح بفضل ل60 كبشين على الاقل، يعني ان كبش واحد طبعا 60 واحد 60 هيبقى صعب، هيبقى في نسبه فاضي كتير، ف60 نعجه على الاقل كبشين انا بفضل يكون 3، انا افضل ل60 نعجه 3 عشان تصبح ان شاء الله نسبه الحمل اكيده باذن الله للنعاج كلها، وما فيش نعجه تفوت من الكبش. وما افضل اعمار الفحول والنعاج لدوره امهات، وما افضل اعمار الفحول والنعاج لدوره امهات للاستفاده اكبر قدر ممكن؟ مش فاهم السؤال ده، يعني العمر النهائي ولا عمر الدخول؟ عمر النعاج قلت تدخل تعشر
تبدأ بالحبل قلنا عمره 10 شهور ما يقلش عن 10 شهور، والفحل ما يقلش عن عمر سنة. كم يأكل الخروف الذكر والأنثى بأول شهرين من عمره قبل فطامه؟ أول شهرين قبل الفطام يعني عمر شهرين، أي بعد الشهر الأول من بدء الرضاعة، أي بعد الشهر الأول من بدء الرضاعة، يعني شهرين أولين، يعني عمره تكون عمره 3 شهور يعني، على حسب وزن الخروف. بمعنى الخروف عمر شهر بيكون معتمد تقريبا اعتماد كلي على اللبن، يعني من عمر 3 أسابيع. عمر شهر يبدأ يأكل، ما بيأكلش لو هو وزنه 10 كيلو، المفروض ليه 300 جرام في اليوم، ما بيأكلش 100 جرام في اليوم، 150 جرام، والباقي بيجيبه من اللبن. لحد عمر الفطام، عمر الفطام يعتبر النهائي لو هو عمره حوالي 3 شهور 90 يوم. ففي خلال الفترة دي لو افترضنا ان هو عمر شهر 10 كيلو وعمر 3 شهور مثلا، خليه حد أدنى 20 كيلو، حد أدنى 20 كيلو، يعني يصبح من 300 ل 600، 450 جرام في اليوم، هيبقى بمعدل حوالي 300 جرام في اليوم، بمعدل 300 جرام تقريبا في اليوم خلال الشهرين. يعني في الشهر هياكل 10 كيلو، يعني ممكن ياكل له 20 كيلو علف. 300 في 3 هياكل تقريبا 20 كيلو علف وهو عمر 3 شهور. هياكل حوالي 20 كيلو علف. كيف اعرف ان وهل يمكن ان تحمل النعجه وهي ترضع وتستمر؟ علما بانه سيدخل بعض دوره السمين تماما تجاوبني. وهل يمكن ان تحمل النعجه وهي ترضع وتستمر؟ ممكن طبعا. ما بتستمرش للنهايه، بترضع وبتستمر، بس اول في الشهر الثالث بتفطم ابنها، حتى يعني بتفطم ابنها لان كده بيبقى الجنين كبر ولبنها قل، هي بتفطم طبيعي. كيف اعرف ان النعجه ولدت من قبل؟ من خلال الضرع بتاعها، مفيش اكتر من اللي مولدتش، بتبقى حلمتين فقط بدون اي ضرع، مفيش اي ضرع نازل منها، حلمتين فقط لا غير. ما احتمال ونسبه ان تلد بنجاح امهات نعاج عدد 60؟ وكم فحل يجب ان يتواجد مع هذا العدد للضرب؟ قلت لك 60، من فحلين لثلاثه عادي، فحلين هيشتغلوا عليهم، بس انا برجح واحد ثالث احتياطي عشان مفيش اي حاجه تفلت من تحتيهم. احتمال نسبة أن تلد بنجاح أمهات نعاج عدد 60، بتسيب حوالي 5%، هتسيب حوالي 5%، أو لو عاوز تسيب بالوفيات الأولاد ممكن تسيب 10%. يعني 60 ممكن 50 واحدة منهم إن شاء الله يولدوا بنجاح. 10 باقيين مش ولدوا وماتوا، إنما 10 باقيين شاملة ولدت ميت، ولدت واحد ميت، أو ولدت وماتت، او ما تلقحتش اصلا، شامله الثلاث احتمالات. هتسيب 10% شاملين الثلاث احتمالات، ما مسكتش عشر، ما عشرتش اصلا، ولدت وعيالها ماتوا، او ولدت وماتت هي. كم احتاج ميزانيه تقريبيه لدواء لكل نعجه في كل دوره؟ النعجه اكثر من الايفوماك والشربه، وبعد كده علاجات على حسب الحالة، على حسب المرض. يعني إبرة الأيفوماك لو أردني 2 سنتي بحوالي 8 جنيه، ولو خدت شوية أمر تستكفي ممكن بإبرتين الأيفوماك بدون الشربة، يعني في حدود 10 جنيه 20 جنيه، ممكن تتحط 20 جنيه في كل دورة أو 25 جنيه. أنا بتكلمش على تحصينات، لو بتحصن لها ميزانية التحصينات تسأل عليها أقرب دكتور بطري، الحمى القلعية والثمان أمراض والتسمم الدموي والتسمم معوي، لا دي بتسأل عليها أقرب دكتور بيطري. لكن أنا بتكلم على أدوية الأيفرمكتين الشربة، وبعد كده المضادات الحيوية حسب الحالة، حسب المرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن تتكلم عن بديل الذرة؟ بديل الذرة ذكرناها كتير، العيش اللي هو الخبز، القمح، الغلة اللي هي الغلة، الشعير، في اسمها الرجيعة بتاعة الرز بس ما تستخدمش بكميات كبيرة، الرجيعة غنية بالدهون وفيها نسبة بروتين كويسة. في ايه تاني؟ في طبعا الحمص بتاع الطبيخ، واللي هو الحمص برضك بتاع اللي هو السبوع في مصر هنا. وفي ايه تاني؟ طبعا الفول،
كسر الفول البلدي غني برضك بالنشويات، بس طبعا ما ينفعش انا نجيب حاجه غاليه نجيب بدلها بحاجه اغلى، ولكن هو كمصدر بروتين وفي مصدر نشويات كويسه. دي تعتبر الخمس عناصر او ست عناصر اللي جايين في دماغي دلوقتي. ممكن تستخدم فول صويا حب غني بالدهون هيرفع الطاقه جامد، يعني ما بيستخدمش كوز بالصويا، في زيوت عاليه هترفع نسبه الطاقه في العلف. الافضل تسمين الاغنام او الاناث، الافضل التسمين الاغنام او الاناث الولاده، تسمين الاغنام طبعا الافضل. التسمين والاغنام الافضل التسمين ولا الامهات يعني؟ لا، راجع في فيديو باختصار على حسب الامكانيات، باختصار على حسب الامكانيات تستخدم. انا في فيديو ايهما افضل، تسمين الاغنام ولا مشروع الامهات؟ اسمعوا بالتفصيل هتعرف الاجابه ان شاء الله. فوائد عرش بنجر السكر الاناث الولاده، يعتبر ماده ملقى زي التبن يعني، بس هو افضل من التبن. لاعطيك العافيه الله يبارك فيك. لو سمحت ممكن تعطيني نسب لعمل علف للمواشي من مكون المورينجا؟ للاسف ما عنديش اي معلومات عن المورينجا، هو معظم نضيف له مواد مالية، للاسف ما عنديش اي خلفيه. قلت لك اتمنى ان احنا نعمل فيديو خاص يكون المورينجا قبل ما تعزيت مواشي بالمورينجا بحيث كبروتين هو المورينجا وما هي المواد. للاسف للاسف انا ما عنديش اي معلومات عن المورينجا. 1 كيلو فيتامينات ألف دال 3 هاء زائد نص كيلو خميرة حيواني ونص كيلو أملاح معدنية زائد 1.5 كيلو ملح طعام 1.5 بودرة بلاط زائد 1 كيلو مضاد سموم زائد نص كيلو بيكربونات صوديوم زائد كلوريد الأمونيوم زائد 1 كيلو بودرة ثوم. إيه رأي حضرتك في الإضافات دي؟ 100 كيلو ولازم منها؟ لأ طبعا. شوف معايا فقط لا غير عشان توفر على نفسك الفلوس ياما. كيس بريميكس 3 كيلو لكل طن علف زائد من 2 كيلو 3 كيلو خميرة، خميرة أعلاف، زائد مضاد السموم كيلو وبودرة البلاط 5 كيلو بودرة بلاط على الطن، وكفاية على كده. أما بيكربونات الصوديوم في حالة الغنم لسه جديد بتدخلها على العلف وخايف تحصل لكمة، بتحط بيكربونات الصوديوم بمعدل 1 كيلو بيكربونات صوديوم لكل 100 كيلو علف فترة الاستقبال فقط، اللي هي أول أسبوعين أو 3 أسابيع بس، وبعد كده بتتخلى من البيكربونات وتخليك على الإضافات التانية فقط لا غير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علف 150 كيلو مكونة من 75% عيش، 25% ذرة، 25 كوسب صويا، 25 نخال، نسبة البروتين 5%. السؤال هو هل كده العلفة متوازنة لخلفان أوزان 50 كيلو؟ هل الخروف يشيل دهن من العلفة ولا إن شاء الله اللحمة حمراء؟ وشكرا جزيلا. 75 عيش و25 أدي 100، العلفة عبارة عن 150 يعني 75% عبارة عن ذرة وعيش، عبارة عن 75% ذرة وعيش. عشان تكسر احتمالية ان شاء الله يكون في دهون هتشيل من العيش، يعني ممكن تشيل من العيش 20%، يعني انا كده 75% يعني كده يعني حوالي 65%، ممكن تشيل من العيش 15 كيلو او 10 كيلو من العيش تبقى بدل 75 تبقى 65 وتحطها في النخالة. النخالة بتحرق الدهون. تشيل 15 كيلو من العيش او 10 كيلو وتضيفها نخال، كده ان شاء الله تبقى العلفة هتزيد نسبة البروتين ان شاء الله، وفي نفس الوقت هتخفض النشويات شوية بحيث انها تمنع من ظهور الدهون ان شاء الله بإذن الله. كده ساعة واربع دقايق مش عارف الله، عاوزين نشوف الفيديو التاني في كام سؤال في الفيديو التاني عشان يبقى الفيديو بتاعنا كله على اجابة واحدة بإذن الله. فين الفيديو الثاني اللي هو اخر فيديو اهو؟
كمله بالمرة. ربنا يوفقك يا رب، الله يبارك فيك. كربونات ايه؟ لا ده مش هو ده. فيديو ايه ده؟ لا دي اللكمة. انا بقول برضك فيديو الاجابة القنصير الجزء التاني. فين اخر فيديو نزلناه؟ اهو فيديو الاجابة 16، في 13 سؤال هن ايه هنجاوب عليهم بسرعة ان شاء الله بالمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند صفر المواليد الخرفان الصغار أول ما يبدوا يأكلوا العلف ممكن أرحلهم الخبز وأعطيهم بدل العلف؟ مفيش مشكلة أو إيه رأيك؟ الخبز لوحده نسبة بروتين فيه واطية. الغنم أول ما تبدأ تأكل ارحلها الخبز، بس يعني حط عليهم أي مصدر بروتين لو متوفر عندك صويا حتى على الأقل يعني 100 كيلو خبز مرحي، وحط عليهم 15 أو 20 كيلو صويا، هترفع معاك البروتين ممتاز. ولو في رضة او نخالة برضك هترفع، تحط يعني ممكن تحط 70 كيلو خبز مرحي و 15 كيلو نخالة اللي هي الرضة و 15 كيلو صويا، كده العلفة هتبقى ممتازة للاغنام الصغيرة، بروتين عالي، هتستفيد من معدل التحويل العالي للغنم الصغيرة. الغنم الصغيرة دي اللي بتبدأ تدور على اكل، اعلى معدل تحويل فيها بيكون اول ما تبدأ تدور على اكل، فتديها علفة بروتين عالي تحول معاك بسرعة. ولو مش متوفر غير العيش مش مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أنا بسمن خراف موفر عندي شعير وذرة ورضة وفول بلدي وقمح، ما هي النسب في الخلطة؟ أغلى سعر الفول دورة تسمين 4 شهور، أول شهرين كم نزل البروتين وآخر شهرين كم نزل البروتين؟ وشكرا لمجهودك. للأسف يا أخ مهند أنت هتعمل علفتك بنفسك. عاوز في أرب في فيديو طريقة حساب نسبة البروتين في العلف، وفي 4 فيديوهات ازاي تختار مكونات العلف وايه هي مكونات العلف، وازاي تختار ازاي تعمل علف بقى نسبة البروتين واقل سعر ممكن. انت تعمل العلف بنفسك وتحسب نسبة البروتين، ليك عليا لو عاوز مراجعة اراجع لك العلف. اما محتاج نسبة البروتين ممكن تثبت، لو مش عارف اغنام عندك اوزانها ايه صغيرة ولا كبيرة، بس لو هي 4 شهور وغنم من 20 لـ25 كيلو ممكن من اول ما تدخل لغاية ما تطلع نسبة بروتين من 16 لـ18%. طلبت منك تشرح لي بناء مزرعة تسمين غنم نموذجية. للأسف يا جماعة مش بالشرح، مش هتيجي بالشرح، لازم فيديو عملي اوريك، لازم فيديو عملي عشان اوريك المزرعة عاملة ازاي، ولكن شرح نظري مش هتفهم معايا بالشرح النظري. فانا قلت لو نزلت شفت مزرعه نموذجيه عجبني التصميم، تصاميم كتير كل واحد بيصمم ويبدع من دماغه، لو عجبني تصميم معين حاضر هنصور فيديو منها ونعمله على القناه. الله يحييك. الدقيقه 39، انت كده شرحت نظام المضاربه في الاسلام. والله انا مش عارف تقصد ايه بالظبط، انت مش هنحفظ اني دقيقه، بس هنبقى نشوفها ان شاء الله لما نخلص الاسئله باذن الله. الخروف عنده دوشان بيلف حول نفسه لفات بسيطه وبياكل طبيعي، حركته فيها بطء بسيط وبقى جبان، عاوز اعرف نسبه البروتين في الحمص، وعندي خروف صغير كرشه كبير. نسبه البروتين في الحمص حوالي 20% تقريبا. اما الخروف الصغير كرشه كبير ده عنده مشكله في الكرش. الخروف اللي ليه كرش كبير ده هعاوز نعمل عنه فيديوهات، ده يستحسن تتخلص منه. الكرش بتاعه مش شغال كويس، الكرش بتاعه مخزن، الكرش بتاعه مخزن في ممكن الياف كتيره في جزء بالمصري اللي بتسموه ام الشلاتيت، انا مش عارف الاسم العلمي ليها ايه، حجره صغيره كده في الكرش بتتخزن فيها الالياف وما بتطلعش منها، بتسبب كبر حجم الكرش. فهنا الكرش مش شغال كويس، الخروف اللي ابو كرش ما ينفعش في التسمين. اما جاوبتك على السؤال اللي بيلف ده، انا جاوبتك في الفيديو ده من ورا، ارجع للسؤال، انا جاوبت على السؤال بتاعك ان شاء الله. الخروف اللي بيلف وقلت لك الخروف ده مدوشن ملوش علاج، ده ملوش غير الذبح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضرتك بتقول البرسيم الحجازي في نسبه بروتين 14 وساعات بيوصل 16، طب ما احنا ممكن ناكله بدل العلفه وارخص ده للامهات.
طالما متوفر وعندك ورخيص مفيش اي مشكلة. في ناس بتعتمد على الدريس فقط لا غير، بس الدريس الحجازي يعتبر غالي كهو بس للامهات يعتبر غالي. هتأكله الامهات بتصرف كتير، ما اول شيء هو نسبة بروتين، ولكن كطاقة مفيش طاقة فيه، الطاقة ضعيفة، الطاقة بتاعة البرسيم الحجازي ضعيفة. هتأكل برسيم حجازي بس في بروتين، ولكن الطاقة لازم للبروتين، مش بروتين بس، ما ينفعش أكل بروتين فقط، لازم الطاقة مع البروتين. فالبرسيم الحجازي ينفع لوحده، هينفع مش في التسمين مش هينفع، ولكن كأمهات ممتاز 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 كأمهات. ولكنه لو هتحسب الأمهات هتاخد منه قد إيه وسعر الكيلو كام، هتلاقي انه برضك حتى هو بيصرف. لازم تدخل مع البرسيم الحجازي اي اتبان تانية رخيصة، عشان لو هتأكل برسيم حجازي بس او دريس حجازي بس هتلاقي، طبعا انا ذكرت في الدريس مش البرسيم، عشان في فرق عندنا في مصر يعني البرسيم الحجازي اللي هو البرسيم الاخضر، اما انا بقصد الدريس اللي هو البرسيم حجازي مجفف. في ناس بتأكل منه بس والغرم تبارك الله 100% كأمهات مش كتسمين، ما بتسمعش زي تسمين العلف نهائي. انا ذكرت لك في الاول كنت بقول لك ما ينفعش اصلا ضعيف في النشويات، ولكن انت تقصد على الامهات، ده للامهات ما خدتش بالي، لا للامهات ممتاز ممتاز ممتاز، بس هيكلف. هتلاقي سعره قصاد الاتبان هو اغلى، وفي نفس الوقت الام هتاكل منه كتير، هتلاقي الام بتصرف منه ياما، هتضطر ضروري تدخل معاه اي ماده ملقى تاني رخيصه. عندي نعجة مواصفاتها روعة ودخلها تسمين ان شاء الله، بس ودانه صغيرة ورأسها لونه اسود، هي تكون سرالة حلوة ولا لا؟ ماليش علاقة بالمواصفات دي، انا انت مدخلها تسمين طالما الخشب بتاعها كويس، يعني عظمها عريض وشبعانة لبن ومتأسسة ان شاء الله تبقى كويس. لكن بغض النظر عن السلالة في النعاج، انا ما فيش بالوصف كده، لازم تبقى صورتها، واحنا السلالات عندنا ان شاء الله في النعاج كلها كويسه باذن الله، مفيش منها اي مشكله. اهم حاجه تكون شبعانه لبن من صغرها. انا عندي نعجه صحتها حلوه بس عيونها لونها احمر، لو في دموع بتدمع لازم تشوف اي قطره بشري، ديكساترول او اوبتيدكس، واقطر لها في عينها لو في دموع. مفيش دموع لا ان شاء الله مفيش اي حاجه، مفيش اي مشكله. السلام عليكم، اكم سنه طلب رد، سالتك سؤال وما جاوبتنيش، ايش علاج المية في ركبة الخروف؟ الشكر لك موصول. ايوه الاخ ده، انا معلش يا اخ فرشات اسراء، انا فعلا سؤالك والله انا مش عارف ازاي فات علي، انا وانا بقلب بدري فعلا كتبت لك حتى التعليق اهو، انا مش عارف ازاي نسيت السؤال بتاعك. انا فعلا سؤالك جه في دماغي ولكن مش عارف ازاي ما جاوبتوش، لان لما لقيت بتقول انت جاوبت سالتك وما جاوبتنيش، انا عفاكر السؤال ده قريته، علاج الميه في الركبه. على العموم علاج الميه في الركبه، انا كانت معايا المعزه الحمراء اللي كنت عامل عليها فيديوهات عن التهاب الضرع اللي هي ولدت ذكر وانتهى بيض. المعزه دي جالها التهاب في الركبه ورمت، كانت بحجم الطماطمايه كده، بحجم الليمونه، كبرت عن حجم الليمونه كبيره، لا الليمونه مش الليمون الصغير، الليمون الكبير، حجمها اصبح كبير، حجمها كانت كبيره، ركبتها اتملت ميه للاسف، حقنت بنسلين كتير وكانت عشار، حقنت بنسلين 4-5 ايام ما نشفتش، مفيش علاج جه معاها، كانت طبعا بتقوم وتقعد تمام، كانت في ركبتها من قدام القوم والوقوف، الوقوف والاعاء يعني تقوم وتقف 100% حركتها تمام، بتاكل وتشرب وصحه 100%، بس كان المنظر وحش في ركبتها، معرفش اتخبطت في ركبتها، عملت كيس مية، ايه اللي حصل مش عارف. المهم كان الورم في ركبتها كيس مية، ما تعالجتش بالحقن نهائي غير لما تدخل جراحي، فتحتها، كان معايا الدكتور بيجس المعيز بالسونار، فقلت له بالمرة ايه حقنتها كتير بنسينه ما خفتش، ففتحها بالموس ونظف، طلع المية كلها ونظف من جوه وطهر، وبدأت كل يوم أنا أغير لها مطهر، تغيير على الجرح بس عشان ما يلتهبش، وحقن بنسلين كل يوم برضك بعد الفتح، اتحقنت 3-4 أيام بنسلين
بس مع التدخل الجراحي، مع الفتح، فتحتها جراحيا وتم تنظيف الجرح وتطهيره وخفت الحمد لله خلال 15 إلى 20 يوم، التأم الجرح وبقت تمام التمام وولدت وكانت أحلى خلفة ليها ما شاء الله. فأنا بحب أضالك إن لو عالجت بالبنسلين وما نشفتش 4 أيام بنسلين سنتي لكل 10 كيلو عضل، ما خفتش لازم تدخل جراحي. المفروض لو النعجة صرفت مثلا النهاردة وما خدتش بالي تصرف تاني إمتى؟ أخوك من طنطا، أهلا وسهلا بيك. تصرف إن شاء الله لو العلفة معك كويسة، علفة كويسة، تصرف خلال 25 يوم إن شاء الله، 20 يوم 25 يوم إن شاء الله تصرف تاني. لو سمعت الشمهندس قال فعلا النعجة البرقي بتولد مرة واحدة في السنة ولا الكلام ده غلط؟ لا الكلام ده غلط طبعا مليون مية. النعجة البرقي بتولد مرتين كل 14 شهر 15 شهر على حسب نظام التغذية للأمهات يعني، وفي نعاج بتولد مرتين في السنة، إنما مرة واحدة في السنة كلام غلط مفيش منه خالص. مشكور أخي على الإجابة، الله يبارك فيك، نحبك في الله، أحبك الله يا أخ عبر. في النهاية طبعا ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.